الإيمان باليوم الآخر يجب أن يكون نصب عيني الإنسان دائما. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن، وخوف من وقوعه كثيرا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف الإنسان يؤمن بمثل هذا ثم يتجاوز أمر الله جل وعلا ثم يرتكب المعاصي؟ وكيف يؤمن بالنار وبالجنة ثم يغفل عن ذلك؟